ألف مبروك للنادي الأهلي بعد سيطرة واستحواذ ورغم الغيابات، الأهلي واصل التربع على قمة الدوري الممتاز ويحقق الفوز رقم 17. لا جديد قبل الكورونا وبعد الكورونا، الأهلي ملك الانتصارات في بطولة الدوري، هدفين ولا أروع ولا أجمل. الهدف الأول من تمريرة من أيمن أشرف في العمق للقناص الجديد محمد هاني الظهير الأيمن، والهدف الثاني من رائعة لعلي معلول. الأهلي يحرز هدفين غاليين ويبتسم وجماهيره تبتسم. كابتن علاء،